بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في قناة المنهج النقي النيجيرية أن يقدموا لكم هذه المحاضرة. وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد، إن له من دوائر الفرح والسرور والنشوة والحبور في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى لاستضافة كريمة الشيخ الفاضل الشيخ أبي يوسف مصطفى مبرم حفظه الله تعالى، لكي يشنف معنا ولمتع قلوبنا بمحاضرة بعنوان الرجوع إلى العلماء الكبار سلامة من الفتن. فتفضل شيخنا مشكورا مهجورا مسددا ومنصورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فكما سمعنا أن هذه الكلمة في أهمية الرجوع إلى العلماء الفتن والمدلهمات وفيما يشكل على المسلم من أمور دينه، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قسم الناس قسمين، فقال جل في علاه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله، فقسمهم جل في علاه إلى سائلين يسألون عن العلم وما أشكل عليهم فيه، وإلى مسؤولين يجيبون عما أشكل على الناس ويزيلون الإشكالات والشبهات. وإذا تحقق هذا عند المسلمين ذهبت الفتن ومدلهمات الأمور، واستنار الناس بنور الوحي، لأن الناس إذا لم يكن لهم مرجع يرجعون إليه تفضلوا، ويصير كل واحد منهم إماما يريد الناس أن يرجعوا إليه. والله جل وعلا من حكمته ورحمته بعباده أنه جعل أهل العلم في الناس في هذه المهمة العظيمة، إلا لتسلطت عليهم الشياطين، لتسلطت عليهم شياطين الإنس وشياطين الجن. ولهذا قال ربنا جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فجعل الله سبحانه وتعالى من فضله ورحمته أهل العلم ليرجع إليهم في زوال ما يشكل على الإنسان، وأنه إذا لم يكن ذلك موجودا فإنها تتسلط عليهم الشياطين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. والرب جل في علاه أرجع الأمور إلى أهل العلم لأنهم أهل خشيته، فهم إنما يقولون بموجب هذه الخشية، بموجب خشية الله سبحانه وتعالى. لهذا لا يقولون على الله ما لا يعلمون، ولا يتجاوزون في القول ما يعلمون. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فلما كان
أهل العلم هم أهل الخشية، كان الرجوع إليهم هو الحق البين والواجب الذي على كل مسلم، لأن أهل الخشية إنما يحكمون الناس على ما يقربهم إلى الله تبارك وتعالى، فيقولون بموجب الخشية. ومن ذلك أيضا أن أهل العلم الذين أرجع الله إليهم أمر الناس والفتوى هم الراسخون في العلم، يعني هم الراسخون فيما يعلمون. والراسخ في العلم هو الثابت فيه الذي نشأ عليه وتحقق به، وأيضا وصل فيه إلى أعلى مراتب العلم. ولهذا قال سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فقسم الناس أيضا في هذه الآية قسمين: راسخون في العلم يقولون على الله بعلم، ويقولون في آيات الله بعلم، ويقفون حيث أوقفهم الله سبحانه وتعالى ولا يتجاوزون. والقسم الثاني أهل شبهات، يقولون على الله ما لا يعلمون ويضلون ويتبعون الشبهات. وكما أن الله أمر بالرجوع إلى الراسخين في العلم نهى عن الاستماع واتباع أهل الشبهات كما في هذه الآية، وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم أبين تفسير كما جاء في البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين تم الله تحذروهم. وأهل البدع وأهل الأهواء أهل شبهات، وأنت عندما تتبعهم إنما تتبعهم على أهوائهم وعلى شبهاتهم. والله سبحانه وتعالى بين أن هذه ليست طريقة أهل الإيمان، فإن أهل الإيمان يؤمنون بما أحكم لهم من القرآن وبين، ويكلون علم ما لا يعلمونه إلى الله. ولهذا قال الله عنهم: الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. المحكم والمتشابه وما يذكر إلا أولو الألباب. والنصوص في هذا كثيرة جدا، حتى أن الله سبحانه وتعالى شرف أهل العلم والإيمان الذب عن الحق تشريفا، مع أن المقام ليس مقام تكليفا في يوم القيامة، لأن جعلهم هم الذين يردون على إشكالات المستشكلين وشبهات المشبهين. وذلك أن أهل الموقف يقولون: كم لبثتم، يعني كم كان لبثنا في قبورنا
وحتى بعثنا. وبين ربنا سبحانه وتعالى أنهم يختلفون في هذا القول، ثم قال: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. هذا يوم البعث والنشور والرجوع إلى الله. وما الذي جعلكم في هذه العماية؟ أنكم لا تعلمون ولكنكم لا تعلمون. وكما قلت لك بارك الله فيك، فإن النصوص في هذا الباب في القرآن كثيرة جدا، التي يبين الله فيها مقام أهل العلم وفضلهم ومكانتهم وضرورة الرجوع إليهم، ليس فقط فيما يشكل عن الإنسان بل في كل ما يجهله، لأنهم أفنوا أعمارهم في هذا العلم وبذلوا فيه الغالية والنفيس وهجروا فيه الأوطان والخلان، فجعل الله لهم هذه المنزلة وجعل لهم الإمامة في الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن سبب ضلال الناس هو ذهاب العلم وذهاب العلماء، وأنه حين يذهب العلم لذهاب العلماء يتخذ الناس رؤوسا جهالا، يستفتونهم فيفتونهم فيضل المفتي والمستفتي. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا. فسئلوا، يعني هؤلاء الرؤوس، وهم رؤوس باعتبار ما ظنوهم وظن الناس فيهم، وإلا فهم ليسوا أهلا لأن يكونوا أذنابا. فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فضلوا وأضلوا. ذلك هذا الحديث في الصحيحين. فالناس إذا ذهب أهل العلم أو خلت الأرض من أهل العلم وتصدر فيها الجهال ومن يظن أنهم علماء، واستفتاهم الناس وأفتوا الناس، ظلوا بهذا الذي يفعلونه، فيضل المفتي والمستفتي. وأي ضلال أعظم من هذا؟ ولهذا إن الواجب على المسلم أن يتحرى في من يرجع إليهم من أهل العلم والإيمان والدين والإحسان، ممن أخذ العلم عن أهله وانتسب إلى العلم بنسب وثيق. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن البركة التي هي ثبوت الخير وزيادته مع العلماء الأكابر الراسخين في العلم، كما جاء في حديث ابن عباس عند الحاكم وغيره، وإسناده صحيح
صححه جمع من أهل العلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: البركة مع أكابركم. قلت لك بأن البركة لا تسمى بركة إلا إذا كانت حقا، وعلى هذا فإن أهل العلم هم الذين آتاهم الله الحق ثبتوا على البركة ثبوت الخير ولزومه، وهذه البركة مع الأكابر أهل الحق وأهل الصراط المستقيم والمنهج القويم والراسخون في العلم يقولون آمنا به. وهنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: البركة مع أكابركم. كما قلت لك لا تكون البركة إلا في الخير، فالبركة مع الأكابر، مع أكابر أهل العلم الراسخين فيه الذين يقولون بالحق وبه يعدلون. البركة مع أكابركم هذا إخراج للأصاغر، هذا إخراج للأصاغر الذين هم أهل البدع، لأن الجهل ملازم لهم وإن كانوا مشهورين بالعلم، لأنهم وإن علموا بعض أفراد العلم لكنهم جهلوا حق الله تبارك وتعالى فيه. والطائفة الثانية هم من يظن أنهم علماء ولكنهم ليسوا علماء، قد يكون عنده حفظ لبعض النصوص أو شيء أو شيء من القرآن أو شيء من السنة، لكنه لا يحسن كيف يتعامل مع الفتن ومع النوازل، وربما لا يفرق بين المصلحة وبين المفسدة، فلا يكون عاقلا. ولهذا جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ليس العاقل من عرف الخير والشر، ولكن العاقل من عرف خير الخيرين وشر الشرين، هذا العاقل. اليوم ما قال عمر رضي الله عنه: ليس العاقل من عرف الخير من الشر، أنت تبحث عن هذا اليوم في الناس، تجد بعض الناس ما يدري أين الخير ولا أين الشر، والعياذ بالله، بسبب ما نشأ عليه من الجهل والضلال والإعراض عن العلم وحملة العلم. فعمر رضي الله عنه يقول: ليس العاقل من عرف الخير من الشر. كمن العاقل؟ قال: من عرف خير الخيرين وشر الشرين. العلم مثلا مرتدي، أو الذي يظن أن عنده علم، أو يظن أن عنده علم يظنه الناس على هذا، إن كان عنده شيء من الحفظ لكنه لم يلقى العلماء ولم يرسخ في العلم ولا يعرف كيف يتعامل مع الأمور ولا يتعامل مع النوازل ولا يتعامل مع الفتن، فيضيع العمر في ما لا يحسنه. ولذلك جاء عن عمر عند البخاري وغيره أنه قال: تفقهوا قبل أن تسودوا. لهذا البخاري قال: وبعد أن تسودوا. لابد من الفقه في الدين، لابد من العلم في الدين، لابد من ثني الركب عند العلماء، لابد من أخذ العلم عن أهله الذين أخذوه عن أهله من قبلهم. ولأن العاقل المسلم وطالب العلم إذا لم يعرف أقدار من سبقه وسابقهم فإن الناس لا يعرفون قدره ويسابقونه. ولهذا من تتبع أحوال المسلمين في هذه الأصحاح يرى أن كثيرا من هيبة العلم ذهبت في نفوس بعض الناس،
السبب في هذا السبب هو أن الطلاب لم يقدروا العلماء ولم يعرفوا فضلهم ولم يعرفوا أيضا قدر من لقي العلماء وتفقه على العلماء وجالس العلماء، فهذا أمر معلوم لا ينكره أحد إلا من أعمى الله سبحانه وتعالى بصيرته وكان همه أن يكون رئيسا في الناس وأن يكون من أهل الوجاهة والرئاسة وأن يشار إليه بالزنان وأن يقال هذا له جهود وهذا له ردود وهذا له مواقف، وهذه إنما تنطلي على من أعرض عن صلاح نفسه وقلبه، أسأل الله العافية والسلام. من الحوادث العظيمة التي حصلت، نحن مواقفنا للصلاة ربما لم كنت أن أقول قرب الأذان فإذا بالمؤذن يؤذن، لعل إن شاء الله تعالى في مناسبة أخرى نذكر بعض المواقف والقصص والأمور التي تؤكد هذا الأمر، فيما حضر وحصل كفاية وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا يا شيخنا الفاضل في هذه المحاضرة الماتية، السلام عليكم من كل شر. الله يبارك الله فيك. الله يبارك الله فيك. الله يبارك الله فيك. سؤال واحد. الله المستعان. الله على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه بعد. Welcome our brothers and sisters to this beautiful gathering. We pray that Allah subhanahu wa ta'ala puts barakah in actions and make us blessed this world and the year after. So the topic that Sheikh Abu Yusuf Mustafa Mubram is discussing with us is Abuju'u ila al-ulama al-kibar salamatun min al-fitan. Returning to the major scholars, to the elder major scholars, it is salamatun, it is safety min al-fitan from tribulations. So the Sheikh Hafidhullah Ta'ala, he began with reading the verse in the Quran. He said, Allah subhanahu wa ta'ala, he qasama an-nas qismayn. He divided the people into two. So the scholars and the people, now the people that are not scholars. Allah said, fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lam. Ask the people of knowledge if you don't know. So meaning if you are not from the scholars, then you ask the scholars. So it's either you are a scholar or you are not from the scholars. So if you are not from the scholars, you ask the scholars. So then the Sheikh said the people should be asking the scholars amma stashkal alayhim. So the people do ask the scholars about things that are problematic for them. So and the scholars, they will reply. So then the Sheikh he mentioned also that إذا سلك الناس هذا المسلك تذهب الفتن. So if the people can tread this path, whenever there's an issue, there is a fitna, they raise the issue to the scholars and they ask the scholars about how we are to undo the situation, then there won't be problems and there won't be tribulations. Or the tribulation, whenever it comes, it will go quickly. But if the people don't return back to the scholars, then there will be tribulations, there will be more tribulations. And everyone will have this kind of authority in his own area to actually say whatever he likes, because people will have been caught away from the scholars. Whereas we actually turn back to the scholars to ask them about things that are problematic to us. Because Allah said in the Quran, فَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاءٌ بِهِ. So if an issue that have to do with safety or have to do with fear or cause came to them, أَذَاءٌ بِهِ, they spread it among themselves. وَلَوْ رَدُّهِ إِلَىٰ رَسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ. If they return the issue to the messengers of Allah عليه وسلم, and to the people of knowledge, لَعْلِمَهُ الَّذِينَ يَجْتَنْبِتُونَهُ مِنْهُمْ, those that will derive the correct ruling will have know how to handle it.
ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. If not for the virtues or for the favors of Allah upon you and His mercy, you will have followed Shaitan, all of you, except just little people. So Allah subhanahu wa ta'ala, He made the scholars the reference point or the returning point for the people whenever there are tribulations. And Allah make them the reference point because these scholars, as a sheikh mentioned, he said, La yakuluna ala Allahi ma la ya'lamun. They don't say about Allah what they are ignorant of. The scholars are not some bunch of fools who just stay somewhere and say anything that Allah is not saying. Rather, the scholars, they will say whatever Allah subhanahu wa ta'ala is saying. Then the sheikh mentioned that because this is from the necessities of the taqwa, of the khashiyah, of the fear of Allah they have in them. Because Allah has said in the Quran, إِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَىٰ. The people who do fear Allah amongst the slaves of Allah, they are the ulama, they are the scholars. So then Sheikh said, from the muqtada, وَعَمِ مُقْتَدَيَاتِ الْخَشِيَةِ. So from the necessities of the fear of Allah they had in them, is that they will give the people the correct ruling whenever they come to them. Then the Sheikh said, returning back to these scholars is wajib upon the Muslims. It is wajib, it is obligatory upon us to return back to the scholars and ask them. And likewise, then Sheikh mentioned that these scholars, the reason why we should ask them is that they are the urasikhun. Al-ulama hum urasikhun fil ilm. So the scholars, they are the people who are rasikhun, as the Sheikh mentioned, thabitun, those who are firm upon knowledge. Because Allah said in the Quran, هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. Allah said, He is the one who revealed down to you the book. In the book, you have آيات محكمات, verses whose rulings are clear. And we have others which are not that clear. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. As for those who have deviation in their heart, they follow that which is not clear. Those mutashabi from the Quran, ibtira al-fitna wa ibtira al-ta'wil. They wish to start fitna, to start tribulation for people, and to start giving the Quran false interpretation. Wa urasikhuna fil ilm. Then the Sheikh mentioned that the people who are firm in knowledge, so they will say, we believe in all the verses in the Quran. And all the verses, they are from our Lord. So وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. And no one will remember this except the people of knowledge. Then the Sheikh, حَفِظَهُ اللَّهُ تَعَالَى, Abu Yusuf, he mentioned that Allah subhanahu wa ta'ala قَسَّمَ النَّاسِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ إِلَى تِسْمَيْهِ. Allah divided the people in this ayah into two groups. The first group is أَبُوْ رَسِخُونَ فِي الْعِلْمِ وَهُمُ الَّذِينَ يَكِفُونَ حَيْثُ وَقَفَ اللَّهُ. The first group are the rasikhuna fil ilm, those who are firm in knowledge. And these people, they do stay wherever Allah subhanahu wa ta'ala command them to stay. They don't go beyond bounds. The second group are alladhina yaquluna ala Allahi ma la ya'lamun. They are the people that are saying about Allah what they don't know. So these are the people that have zir, like deviation in their heart. And then also the messenger, then the Sheikh mentioned the hadith from the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, the hadith that was narrated by Al-Bukhari and Muslim from Aisha radiyallahu anha, that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said to her, فَإِذَا رَأَيْتِ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. You see those who are following the unclear verses from the Quran, meaning those who want fitna, هُمُ الَّذِينَ سَمَّاهُمُ اللَّهُ فَحْذَرِهِ. They are the people that Allah has mentioned, so beware of these people. Then after the Sheikh said, the people of knowledge, the rasikhun, they have complete faith in the Quran, whenever any verses they know, the muhkamat, they will give the people, they will explain,
And whatever Allah did not inform us of, they will yakiluna ma la ya'lamuna illa Allah. They will say, we believe in it. This is what Allah subhanahu wa ta'ala said. Then the Sheikh mentioned also that Allah subhanahu wa ta'ala, he commanded us to return back to the scholars in affairs we don't know. And in affairs we don't know. We say, okay, what are the scholars saying about this? Then the Sheikh Mustafa Mubram, he mentioned also that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam informed us that the people will be lost due to the loss of knowledge and the scholars. And it has come in the hadith of Abdullah bin Amr bin al-As, as the Sheikh Abdullah ta'ala mentioned. He said that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, إِنَّ اللَّهَ لَا يَكْبِرُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنْ قُلُوبِ الْعِبَادِ. Allah subhanahu wa ta'ala won't take knowledge, meaning Allah won't remove knowledge from the hearts of the people. وَلَكِنْ يَكْبِرُ الْعِلْمَ بِقَبْدِ الْعُلَمَ. But Allah will take knowledge by taking the scholars. حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ. Till there will remain no scholar. اتخذ الناس رؤوسا جهالا. Then people will return back to رؤوسا, to leaders who are جهال, meaning people who claim to be scholars but they are ignoramus. So فوسئلوا, and these people will be asked, فأفتوا بغير علم, and they will give fatwa, meaning they will give rulings without knowledge. فضلوا وأضلوا. So they will misguide people, and they themselves are misguided. So then the Sheikh mentioned, he said, then al-wajib al-Muslim an yatahawwara mimman yarji'u ilayh. Then what is wajib upon the Muslim is that you should be careful of those you are returning to. You should know that you should know the correct place to return to when there are issues. Then the Sheikh Hafidhahullah Ta'ala, Sheikh Mustafa Mabram, mentioned also that the Messenger sallallahu alaihi wasallam informed us that al-barakatu is with the scholars, meaning blessing. And al-barakatu, as the Sheikh mentioned, meaning like ziyadatul khayr, you know, like an increase in goodness. So the Messenger sallallahu alaihi wasallam informed us that this baraka is with the scholars, the rasikhuna fil ilm, those who are firmly rooted in knowledge. And it has been narrated from Ibn Abbas and radiyallahu anhuma, and hadith is sahih. It said, al-barakatu ma'a akabirikum. Blessing lies with your elder scholars. So then the Sheikh said, with these, meaning the blessing is with the major scholars, meaning there is no blessing with the asagir. Then he said, the asagir, they are the people of innovations, and they are the ignorant ones who are just speaking without knowledge. And people that are, that think they are scholars, people that are not, they are not scholars, but they think they are scholars. Then the Sheikh Hafidhahullah Ta'ala, he mentioned a narration from Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu, that Umar said, لَيْسَ الْعَاكِلُ مَنْ عَرُفَ الْخَيْرَ وَالشَّوْرَ. The intelligent one is not the one that know good and evil only. وَلَكِنَّ الْعَاكِلُ مَنْ عَرَفَ خَيْرَ الْخَيْرَيْنِ وَشَبْرَ الشَّبْرَيْنِ. But the intelligent one is the one that know the best among two good things and the most evil of two evil things. Then the Sheikh mentioned that we are in a time now that many students, they don't actually respect the scholars, they don't actually know the virtues of the scholars. And the Sheikh encouraged that we know the virtue of the scholars and we return back to them. And so after that, the call to Adhan was made over there. We pray that Allah subhanahu wa ta'ala is the affair of our Sheikh. Barakallahu feekum. Jazakumullahu khayr.